السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم الرياضي الأسبوعي 100% فار. ألو الحسين زال من بعد كنا نقولوا ألو حسين 100% فار دائما مباشرة على قناتكم الفضائية شادا تيفي. إن شاء الله اليوم كيف العادة غادي يكون معنا إن شاء الله عبد الله ناصر للتحليل والنقاش حول موضوع مهم جدا، مستقبل المنتخب الوطني المغربي في ظل الأسماء الجديدة التي حلت. سنتكلم خاصة على إبراهيم دياز وتنتكلم على إلياس بن الصغير واللائحة مرشحة للارتفاع، ولكن خاصة خلينا الأسماء الجديدة اللي غالبا غادي تاخذ الرسمية ديالها، خدات الرسمية ديالها في المنتخب الوطني. إبراهيم دياز، إلياس بن الصغير، وكذلك أخو ماش وشادي رياض. ملي تنتكلموا على اللائحة الجديدة أو الأسماء الجديدة فتنتكلموا على منتخب وطني ما عرفت واش يوليو فيه ديكلون، اش غادي يولي في هذا المنتخب الوطني، لان المؤشرات تتبان ديال بعض الاشياء. فاحنا بغينا نناقشوها، واش نكونوا امام منتخب وطني الا تيليكوموند ما شدهاش لونترينور اللي هو وليد الركراكي، واش غادي نكونوا في منتخب ديال شد ليا نقطع لك، واش نكونوا في منتخب ديال الصراع من اجل النجوميه. هذا امر خطير. يا ما من منتخبات عصفات بهم هذه القضيه هذه، ويا من فرق عصفات بهم هذه القضيه هذه، ما بغيناهاش تكون، وخاصه ان نبدا الحديث عليها حول صراع النجوميه بعد قدوم دياز والياس بن صغير وكذلك اخو ماش وكذلك شادي رياض. من بعد غادي يكون معنا وقفه على اهم ما جاء في كاس العرش بطبيعه الحال والكره النسويه، ودائما مع زميله ايمان. مرحبا، اهلا بك حسين، واهلا بكل المشاهدين الكرام. ياك هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، وكاس العرش فيه ما يتقال، فيه ما يتقال، وكاينين المفاجآت اللي كبيره يا كاع. خليوها تنشوفوها ونكتشفوها في اطوار البرنامج. و على السريع فرق فقرتنا اللي مولفين نبداو بها، غادي نبداو بها اليوم ان شاء الله. المنتخب المغربي للكرة الشاطئية يتوج بطلا لكأس السلفادور الدولية 2024. برافو الأسود الأطلس بالكرة الشاطئية. رومان سايس، رومان سايس يسجل هدفا جميلا في مرمى بونو في البطولة السعودية، وحمد الله يؤكد أنه هداف من طينة خاصة ويتفوق على بنزيما في دوري روشن. حكيمي ينال إشادة واسعة في مباراة فريقية أمام مارسيليا بعد أدائه المتميز. المباراة انتصر فيها باريس سان جيرمان بهدفين لصفر. صحيفة ليكيب الفرنسية المشهورة والمعروفة عالميا، إذا صحيفة ليكيب الفرنسية تقول أن هيرفي رونار يمكن، ونسطروا عليها بالسي الأحمر، يمكن أن يدرب منتخبا من بين المنتخبات التالية: الكاميرون، كوريا الجنوبية، بولندا، نيجيريا، والمغرب. يمكن كما كتبت ليكيب. الفيفا تشيد بالعمل المتواصل لتطوير البنية التحتية الكروية، وتصنف حفل افتتاح مونديالاتو طنجة 2023 أحسن افتتاح لتظاهرة عالمية لسنة 2023. يا سلام. ثم المنتخب المغربي أقل من 18 سنة يتعادل أمام جورجيا، ومنتخب أقل من 20 سنة يفوز على المنتخب الأمريكي بهدف يتيم. ونختم على السريع بملعب الدار البيضاء. الشركة التي رصت عليها الصفقة تقول الملعب سيسع ل 115 ألف متفرج، وسيكون الأكبر في العالم. هذا كلام الشركة البريطانية، يعني الأمور الآن رسمية، ما بقاش القيل والقال.
هذه الشركة البريطانية اللي خدات الصفقة تتقول لك بأنها غادي تدير ملعب 115,000 وهو الأكبر عالمياً. هذه فقرتنا على السريع، نمشيو عندك إيمان. يلا إيمان. على بركة الله حسين، وكيف العادة مشاهدينا كنتكلموا في فقرتنا على كل ما يخص الكرة النسوية. أولا نمشيو لفقرتنا إيمان في التيران. وأول خبر غادي نتكلموا فيه هو اللائحة اللي كشف عليها الناخب الوطني للمنتخب الوطني النسوي خورخي فيلدا، اللي قدم 28 لائبة اللي إن شاء الله غادي يكونوا في المقابلتين الحاسمتين ديال الدور الأخير من إن شاء الله الأولمبيات باريس أو الكاليفيكاسيون ديال أولمبيات باريس. اللائحة اللي قدم 28 لاعبة كما كتشاهدوا أمامكم، 11 لاعبة من البطولة الوطنية، سعود ديال لاعبات من الجيش الملكي اللي كيبقى هو الساتور ديال ليكيب ناسيونال، جوج ديال اللاعبات اللي كاينين من النهضه البركانيه اللي هي زينب العرعري وسلمى بوغرش من فريق الوداد الرياضي. فكنظن على انه هادو هما الاسماء الجديده اللي توافدات على المنتخب الوطني النسوي ان شاء الله، اللي غادي تكون المقابله الاولى ديال الذهاب امام المنتخب الزامبي يوم 5 دونك الجمعه المقبله باذن الله. فكل التوفيق لبؤات الأطلس. غادي نكملوا والوافدة الجديدة اللي جات واختارت الدرابو المغربي على الدرابو الفرنسي لأنها تكمل المسيرة ديالها مع المنتخب الوطني المغربي، اللي هي جاد ناسي. فعلنات عبر الانستغرام لأنها بغات لأنها تحمل القميص الوطني من بعد ما كانت لا فورماسيون ديالها في المنتخب الفرنسي من لي يو 16 وهي طالعه حتى لي يو 23. ف وشرف ليها، شرف ليها بطبيعة الحال. لعبات لا كوب دي موند حسين يعني في المنتخب الأقل من 20 سنة اللي كان في كوستاريكا، والآن كتتواجد في اللائحه ديال خورخي فيلدا، لائبه اللي غتزاد وغتعطينا لو بلوس في الميليو دو تيران. دونك كنتمنوا لها التوفيق، وهذا كما ذكرتي شرف لها لانها تهز لو مايو ديال المغرب. وهذا الشيء كتباته هي، قالت باللي كانت قررت لي صعب لانك كتكون تكونتي في واحد المنتخب اللي هو فرنسا والبلد يعني اللي تزادت فيه، لكن بغات الحس المغربي وبغات تهز الراية المغربية. فكل توفيق ومرحبا اللي بغى يجي لعند المنتخب الوطني المغربي بلا ايزيتاسيون، يعني بلا ما يفكر بلا ما يتردد. فاهلا به وكل توفيق لبؤات الاطلس اللي ان شاء الله كنتمناو على انه يتاهلوا الاولمبيات باريس لاول مره في التاريخ ديال الكره النسويه. غادي نبقاو في الخبيرات ديالنا، وهذه المره دائما مع لاعبات المنتخب الوطني المغربي. ابتسام جريدي اللي كتبت الاسم ديالها من ذهب في يعني في البطوله السعوديه بعد ما توجت مع فريق الاهلي السعودي بكاس الاتحاد السعودي، بعد ما انتصرت في النهائي على الفريق الشباب بثلاثه ديال الاهداف مقابل جوج ديال الاهداف اللي سجلاتهم ابتسام جريدي في المرمى ديال الشباب. صبحات اول لاعبه كتفوز بجائزه الهدافه لهاد المسابقه في نسختها الاولى ب 14 هدف في اول نسخه ديال كاس الاتحاد السعودي. ابتسام الان اللي كتصدر قائمه الهدافات الدوري السعودي برصيد 11 هدف بالتساوي مع تنزانيا كلارا اللي كتلعب فريق النصر. مي كنتكلموا على ابتسام الجريدي كنتكلموا على نسيم سيدي مومن فين بدات الكارير ديالها، من بعد توجهات للفريق الجيش الملكي والمنتخب الوطني المغربي بطبيعه الحال، وكملات يعني الاحترافيه ديالها في الاهلي السعودي، وهي كتحقق انجازات غير مسبوقه، فكتبقى اول لاعبه غادي تسجل يعني 14 هدف. وعندي واحد السؤال. مرحبا ايمان. تفضل. المهم نقدر نكون اداوي، زعما هي احترفت دابا الان في البطوله السعوديه. البطوله السعوديه واش تظن البطوله السعوديه النسويه افضل من البطوله المغربيه؟ كنظن لانه ما نهضروش على اللوجيستيك والامكانيات. لا ماشي لوجيستيك، لا تنهضر على البطوله كبطوله نسويه. شكون اللي قال كاع ان السعوديه واحد النهار تكون عندها بطوله نسويه ديال كره القدم؟ يعني امين قبل. نعم. لكن مي كتكلم ما غنتكلمش لك على اللوجيستيك اكثر ما غنتكلم لك على الطريق اللي شاده السعوديه في الرياضه او الخليج في الرياضه. انا تنهضر مثلا كره القدم الرجال نقدر نقول لك اوكي، ولكن ملي تنهضروا على النساء انا تنقول ما شنو التجربه من غير تجربة ديال الاحتكاك مع مدربين اجانب. نعم. اما اش من تجربه غادي تاخذ هي في الدوري السعودي في النساء
هما يلا بداو راه يلا ولات المراه تاخذ بيرمي وتسوق طوموبيل وبالفعل يعني جاتيناش فين باغي نمشي. لا لا فهمت الفكره غير انا باش يعني داك الفكره اللي عندي باش نتقاسمها معاك. فالدوري السعودي كما ذكرتي يلا بدا ديك الطفره تقريبا النوعيه يعني في الكره النسويه السعوديه في النساء، لكن الوجهه اللي واخدينها في النسبة ديال الذكور فحاطينها بالنسبة ديال الرجال. مي كتكلم على الدوري السعودي كاين النصر كاين بزاف ديال يعني الفرق اللي تقدر تهز البارة كما كنقولوا باللغة ديال كرة القدم من هنا للقدام. أنا تنظن من هنا للقدام فوالا أنا تنظن بأن الاستفادة ديال اللاعبة المغربية في الدوري السعودي النسوي هو فقط لوجيستيك، كتستافد من لوجيستيك، كتستافد من لي زونترينور، كتستافد من التاكتيك ديال لي زونترينور اللي تيجيو من برا وبثمن كبير إلى آخره. أما على مستوى الاحتكاك والمنافسة فلا أظن أن البطولة السعودية النسوية أحسن حالة من البطولة النسوية المغربية. بالفعل وهذه القضية اللي قلتي باش يطوروا هما من يعني البطولات السعودية فخلقوا واحد الكأس اللي سميتو الاتحاد السعودي، وهي يعني أول نسخة ليه وهي اللي فازت به يعني ابتسام جريدي. أنا علاش قلت لك يعني حاطين واحد العمل ألونغ تيرم يعني من القدام. هي هي السعودية في اللعب مشات بعيد في اللعب ملي تنقول لك اللعب كله اللعب ديال كرة القدم، اللعب ديال الهوند، اللعب ديال الشطيح، اللعب ديال الرديح، اللعب ديال المنصات ديال المهرجانات ديال الافلام المسلسلات، هاد اللعب كله لان هادشي كلشي تيبقى في اخر المطاف لعب. شحال هذا يتقلق عليه ما تقلقوش لانه في اخر المطاف راه تيبقى لعب. مشات فيه السعودية مزيان غاد بواحد لافيتاس يا الله ملي دار ديك هيئة الترفيه وهذا الله يلطف بينا حنا نبقاو في الكرة حاسين حنا ما بغيناش خلينا في الكرة. راهي باش تشوف يعني فريق نسوي كيلعب في السعودية راه شي حاجة راه إنجاز كبير هذا. كانت من المستحيلات من المستحيلات نورمال من المستحيلات. وهذا الملعب اللي لعبت فيه فأول مرة غير تلعب فيه يعني الكرة النسوية اللي تقام فيها النهائي هذا. دونك يلاه بداو كيفكروا على أنه خاص تكون الكرة النسوية. على أين؟ السعودية في عهد الملك سلمان والابن ديالو عرفتي واحد شدات واحد الطريق ودارت واحد طفرة كبيرة سريعة وكبيرة بزاف تتخسر فيها الملايير الدولارات. كبيرة من أجل سعودية جديدة، سعودية واحدة أخرى، سعودية سياحية أكثر. سعودية ما تبقاش ديك السعودية ديال النفط والغاز، لا السعودية السياحية، السعودية الفنية، السعودية الثقافية، السعودية الرياضية، السعودية السعودية الترفيهية. نعم على أي هذه الجملة هذه فكل واحد حسين عارف الطريق ديالو. الله يوفق. حنا فقط كنتكلموا على لعيبة اللي غادي فاش غيكون عندها واحد لو ريتم في واحد البطولة مثلا ولا في واحد الكأس فغادي حنا تزيدنا يعني منتخبنا الوطني اللي عنده بزاف ديال وباغي وسمحي لي شدينا شوية في هذا الموضوع وباغي مع هذا رأيي ولكن حسب المشاهدة. البطولة السعودية للرجال كاع للرجال راه ملي تتفوتي ليا واحد 3 4 ديال الفرقات راه المستوى عادي وعادي جدا. راه ملي تنفوتوا الهلال والنصر والاهلي والاتحاد راه شويه التعاون راه تقريبا راه اش غادي نقول لك راه النيفو يكاد يكون عاديا. انا اللي غادي نقول لك السعودية حسب حيت نتبع البطولة ديالهم روشن نتبعها مزيان. اللي غادي نقول لك السعودية أعطاها الله الفلوس بزاف ياك وهي طريقة تسويقها للبطولة ديالها خطيرة جدا خطيرة. عرفوا كيفاش يسوقوا خطيرة تخلوك تظن بأن البطولة السعودية روشن راه هي الليغا الفرنسية الإسبانية تظن هي ملي تجي تتفرج تلقى ماشي هي خاصك تسنى واحد الماتشات اللي تشوف فيه نديو المنافسة وتشوف بنزيما وتشوف كريستيانو رونالدو وتشوف تشوف سميتو بزاف ديال الأسماء ديال السنغال سميتو ساديو ماني وتشوف حمد الله وتشوف بونو تسنى واحد الماتشات معينين بالعنوان الاتحاد النصر الاهلي الهلال تسنى هادو باش تشوف هاد الكره. من غير هاد الشيء تتشوف مستوى عادي. انا شفت مقابلات عاديه شفت مقابلات يعني عاديه الفيحاء عاديه تتفرج نيفو عادي لا يكاد يتفوق على البطوله المغربيه في النيفو ديالها ولكن على مستوى التسويق على مستوى التصوير على مستوى الملاعب على مستوى البرامج الحواريه على
الضوء اللي تسلط على روشن خطير، ولكن راه برافو عليهم خطير حسن. لا برافو، لانه مي كتكلم على واحد الفرق اللي خطير داو الالقاب وما عرفوش يسوقوا الاسم ديالهم بهذه الدرجه هذه اللي وانا كنتكلم على الفرق. واش الوداد هي الاتحاد؟ واش الراجا هي الاهلي؟ باش كدور في العام لا بالفعل، ولكن هما الترويج اليوم خلوك تظن بان الاتحاد ولا بان النصر ولا بان الهلال راه هي عنده بالماريس اللي كبير ليفربول ولا بالفعل. هما شو من ناحيه الدعايه برافو عليهم، نرفع القبعه للاخوه السعوديين تحتسب ليهم، لا برافو عليهم بزاف بزاف. صافي كاين الامكانيات ولكن كاينه اراده وكاين خدمه، هذه اللي تعجبني فيهم دابا الان السعوديه في كره القدم. عندهم اراده، عندهم اراده وتسعوا وراها يحققوها. حنا في المغرب عندنا اراده تلقى عند واحد جوج ثلاثه، الله يحسن العوان، تلقى عند واحد جوج ثلاثه. واش واحد جوج ثلاثه غادي يزيد بالكره قدام؟ تلقى واحد عنده اراده باغي يزيد بالكره القدام المغربيه، وتلقى واحد تيصفي حساباته الضيقه ديالو، تلقى واحد تيدير العصا الوريضه لواحد، وتلقى حاجه اخرى لانه كيخدم المصالح ديالو اكثر ما كيخدم هذاك الفريق اللي جاي. لا هو انه كيتسنى واحد الجمهور وكيتسنى واحد صحيح البلاد باش يهز الترابو ديال البلاد. صحيح صحيح. حنا تنشوفوا دابا مثلا فوزي القجع العمل الجبار اللي تيقوم به وكيفاش خدام من اجل الكره المغربيه ومن اجل البنيه التحتيه ديال الكره المغربيه ومن اجل المنتخبات الوطنيه الى اخره، ولكن بوحدو القجع ما يدير والو، راه تيبقى دائما هو رقم في المعادله. اذا ما يمكنش مثلا عندنا واحد السيد خدام على منظومه كرويه ياك ورا له ما له وعليه ما عليه القجع لا نقاش، ولكن الوجه الظاهر ان السيد خدام بطريقه فعلا تبدلات كره فوقيته خاصه مع المنتخبات لا نقاش في هذا الامر. وعلى مستوى القيمه ديال الكره المغربيه والجامعه الملكيه في المنتظمات الدوليه سواء الكاف سواء الفيفا الذي لا نقاش فيه، وتتلقى شي ناس يلا هما شي وحدين فيهم في الحبس للاسف. يلا واحد مقاتل على كره، واحد ما تعلاش مقاتل هو في الحبس، هما في الحبس رجوج ياك في الحبس ياك شو دابا في الحبس. واحد خرج، شكون اللي خرج؟ هو الرئيس ديال اولمبيك اسفي خرج يعني خرج هذيك لا سيمين دونك. واش كمل المده ولا كمل؟ لا كمل المده، المهم دوز الحبس عنده عام وشي حاجه. شوف حنا ما كيهموناش الاشخاص اكثر ما كتهمنا، ولكن هذوك الاشخاص كانوا فاعلين في كره القدم بالفعل. حنا دابا ما تنهضروش عليهم كاشخاص، دابا تنهضروا عليهم كانوا فاعلين في الصفه ديالهم بالفعل كرؤساء ولا بزاف الامور وبزاف اللي تم التوقيف ديالهم لانه خرجوا بالالفاظ اللي ماشي. وانا دائما حسين كنامن بواحد حاجه هو نفرق ما بين السياسه والرياضه. هذه انا كنت دائما ضدها، ديال انني ما بغيتش الرياضه دائما تدخل في السياسه لانه فاش كتشوف سياسيين دخلوا للرياضه لعالم الرياضه وهما مثلا ما كيفقهوش في شي حاجه سياسيه للاسف ما عطاتش النتيجه، ما عطاتش اي نتيجه. دونك نفرقوا ما بين السياسه والرياضه. صح صح انا هذه مطلب ديالي ودائما كنت وما عطاش نتيجه، ما عطاش نتيجه. دخلوا السياسيين شدوا كره ما عرفت على قبل ديك لاماس بوبيلار ديالها ولا ما عرف شنو هو، المهم النتيجه راه ما كايناش النتيجه. ملي كانوا رؤساء ديال بصح تيشدوا الفرق وعندهم روح رياضيه وروح كرويه وهمهم الاول والاخر هو الفريق، راه كانت الكره الحمد لله في النيفو المستوى والفرق الى اخر. المهم على اين الله يصوب، الله يصوب. يلا نكملوا قوس فتحنا لا مزيان هاد القوس حسين، لانه فاش كتكون باسيوني بشي حاجه عكس انك انت داخل ليها غير باش تلمع الصوره ديالك، لانه فاش كتكون كتبغي ديك الحاجه كتكمل فيها. والواحد اللي داخل غير متطفل على الميدان مثلا فكيتحرق في اول صحيح اول دوره كما كنقول. فنكملوا مشاهدينا في خبيراتنا من فقرتكم ايمان في التيران. هاد المره تكلمنا على النهضه البركانيه في الحلقه السابقه اللي حققت صعود تاريخي يعني في البالماريس ديال النهضه البركانيه النسويه، لكن هاد المره باللسان ديال اللاعبه اسماء الاسمراني اللي قرباتكم اكثر كيفاش تم هاد الصعود وشنو هما العراقيل اللي تلقاتهم النهضه البركانيه. نشاهدوا الفيديو ونعاودوا نرجعوا لكم. السلام عليكم، معكم اسماء افلي لاعبه النهضريه ديال البركانيه. كنبغي نشكر شادا اف ام على المواكبه. صراحه الصعود ديالنا للقسم الوطني الاول ما كانش بسهل، كان الشغال من بدايه شهر غشت. صراحه كان جميع الظروف ملائمه باش ان الفريق يحقق صعود. تجند الفريق كامل بالاطقم ديالو باللاعبات باش تكون النتيجة اللي هي مرضية. الحمد لله قدرنا أننا نحقق الصعود ب 21 دورة، يعني قبل 5 دورات من نهاية البطولة قدرنا أننا نحقق 18 انتصار وتعادلين وهزيمة واحدة. الصراحة هادشي ما جاش بالسهل،
كنبغي نشكر اللاعبات ولي ستاف والمسؤولين الاداريين وسيد الرئيس اللي كان موفر لنا جميع الظروف الملائمه باش اننا نقدروا نحققوا نتيجه اللي مرضيه. الحمد لله تاثر لنا اننا نصعدوا للقسم الوطني الاول. كل توفيق لنهضه البركانيه، وانا دائما كنفرح فاش كيكون فريق عريق ولا اي فريق، يعني واخا ما عندوش واحد ليستواغ، لكن غيزيد يطعم البطوله الوطنيه باش نستافدوا منها من منتخباتنا الوطنيه من اللي يو 16 وحنا طالعين، بحكم ان هاد الفئات اللي عندنا. فكل توفيق لنهضه البركانيه مره اخرى. غادي نمشيو هاد المره لكاس الكونفدراليه الافريقيه، والممثل الوحيد ديالنا اللي هو النهضه البركانيه اللي كانت عنده مقابله مع يعني الفريق الليبي ابو سالم الايمان واسفاه. لماذا واسفاه؟ ملي قلتي ديك الفريق الوحيد الممثل الوحيد بيان سور عرفتي عشنا وشفنا كأس كونفدرالية عندنا ممثل واحد، عقلتي نهار كانوا تيمثلونا جوج بالفعل ثلاثة، عقلتي علاش انا سيرتو جوج كانوا جوج ولا بد في المنافسة. كتكلم على الفتح الرباطي، كتكلم على النهضة البركانية، خصوصا النهضة البركانية اللي هو اكثر يعني كانت المتواجد. المغرب الفاسي، كانت الفتح الرباطي، بزاف ديال الا ما كانش الرجاء في العصبة، لا ما كانش الرجاء في العصبة تلقاها الرجاء الرياضي، لا ما كانش في العصبة تلقاها في الكونفدرالية، الوداد لا ما كانش في العصبة تلقاها في الكونفدرالية، الجيش الملكي في الكونفدرالية، اليوم يلا ممثل واحد، هذا هو الواقع. الناس كيزيدوا القدام وحنا كنرجعوا للور للاسف. فنكملوا على هذه المقابله هذه. ابو سليم الليبي اللي وقف ند للند مع فريق النهضه البركانيه، صفر ليميت ليه كتبقى نتيجه لي سلبيه من بعد ما تم الخروج ديال حمزه الموساوي في الدقيقه 57، هي اللي بعثرات الاوراق ديال النهضه البركانيه. لكن كتبقى واحد الماتش غوتور ان شاء الله اللي غادي يكون يوم الاحد، كنتمناو على النهضه البركانيه لانها تاهل للنصف النهائي، وهي في اخر المطاف راه نتيجه ايجابيه لان جبتي التعادل ب 10 ديال اللعابه من ليبيا، فهذا الشيء اللي ذكرت لانه كتبقى نتيجه ايجابيه في ظل انه كتلعبتي ب 10 ديال اللاعبين في لا دوزيام مي طون تقريبا، يعني من البدايه ديالها. دونك في غياب اللاعبين اللي متمرسين، كنتكلموا على بعدي، كنتكلموا على لامين كامارا، على دايو، والحاجه اللي طارت المشكل ديال انه يرجعوا بهذه النتيجه هذه هو يعني الارضيه ديال الملعب كانت سانتيتيك ماشي طبيعيه. فتخيل معايا حسين فاش كتكون لاعب في واحد صناعيه، انت مولف ناتشورال كما كنقولوا، فهذه من الاسباب كنظن لانها تكون يعني النهضه البركانيه خلقت لها مشكل. على ايا كنتمناو ليها التوفيق. تنظن بركان غادي في الروتورات ربح ان شاء الله باذن الله، ونشوفوها ان شاء الله في الفينال باذن الله. فكل توفيق للنهضه البركانيه. غنمشي بسرعه حسين، رغم انك ذكرتي الكره الشاطئيه ولكن ما غدوش مرور الكرام. ف سيرتو راه تتويج بالفعل، تتويج جوج ديال الالقاب في اقل من 10 ديال الايام. حسين اول اللي تكلمنا عليه في الحلقه الماضيه اللي هو كوسوفا، اللي هو المؤهل للبطوله الافريقيه ان شاء الله اللي غادي تكون في مصر، والدوري ديال السلفادور اللي كانوا فيه فروق اللي كبيره، مي كنتكلموا على المنتخب السويسري، على المنتخب الولايات المتحده الامريكيه، والمنتخب للسلفادور اللي هو امام الجماهير ديالو. المقابله النهائيه اللي انتهت ب 5-4 كما كتشاهدوا امامكم، التسجيل اللي جا من بيدوري جباري الزهراوي، لاعبين اللي متمرسين. فشابو لهذا المنتخب هذا بالقياده ديال عمر سيلا. عمر سيلا اللي هو ناخب ديال هذا المنتخب قدم كل شيء من القدوم ديالو يعني البيتش سوكر. فمدرب لمتمرس عنده ثلاثة ديال الألقاب الإفريقية مع المنتخب السنغالي، جوج ديال لي كارت دو فينال في لاكوب دو موند ودومي فينال. دونك حنا بغينا نحبسوا النزيف ديال الألقاب اللي ما كاينينش حسين. فكنتمناو مع عمر سيلا لأننا إن شاء الله في لاكوب دافريك الجاية ما نبقاوش ثالثين، نفوزوا باللقب علاش لا بإذن الله، ونكونوا في لاكوب دو موند يا ربي علاش لا. لاعبين اللي متمرسين، مابقيتيش كتشوف دوك اللاعبين اللي كيساليو من الفراقي ديال الأونز وكيجيو يكملوا في البيتش سوكر ولا في الفوتسال، فبالعكس كتشوف انا في البيتش سوكر دائما تنقول واحد القضيه كما تنقولها على الناطاس هي راه المهم، هي راه غير تنقولوها، حنا كنا مولفين ديما تنقولوها.
كنا تنقولوا دائما، ولكن بديت تنقول له راه بصح علاش ما يمكنش عندنا 3500 كيلومتر ديال البحر وما كاينش فريق ديال الكره الشاطئيه، ولا مثلا عندنا شي بطل اولمبي في الناطاسيون، عندنا 3500 كيلومتر ديال البحر. راه عباد الله عندك الحق، ما يعني اننا راه حنا بلا ناطق عوامه بالفعل تكون عندنا الناطاسيون. هذه راه نقطه مهمه حسين، وتلعبوا كره في البحر من الاشياء اللي تعلمنا كره في البحر. من دابا ملي كتمشي لاكورنيش ولا كتمشي لشي بلاصه هنا في مدينه الدار البيضاء، جايبين بالون ومقصرين بيناتهم دائما وابدا. وما عندناش فرقه، ما عندناش منتخب قوي الكره الشاطئيه. مهم على عين ما عرفت هذه وقيله، لا هذه نقطه بداو يتنظموا بطولات. عندنا البحر، عندنا الرمله مخصوصين، هذه نقطه مهمه وكنتمنوا على انه يتم الفروق. ما كاينش دابا بطوله وطنيه، ما كاينش فريق ديال البيتش سوكر فقط، يعني هذا المنتخب هذا كيفاش غتقدر تطعمو الوغ كو ما كاينش بطوله، ما كاينش لاعبين. علاش قلت لك انا دابا عمر ستيلا فجات واحد الطفره معاه، لانه بداو كيبانوا لاعبين كيتم اختيارهم، يعني باقين صغار باقين. والله ايمان والله كما قلتي عندك الصح، والله وديروا بطوله ديال البيتش سوكر والله العظيم يتصدموكم اللعابه بالفعل. والله تلقاو شي مواهب خارقه في المغرب. راه 3500 كيلومتر ديال البحر، راه لا ما لقيتيش في طنجه تلقاه في السعيديه، لا ما لقيتيش في السعيديه راه غادي تلقاه في الحسيمه، ما لقيتيش في الحسيمه تلقاه في الناظور، ما لقيتيش في الناظور تلقاه في الجديده، ما لقيتيش في الجديده تلقاه في اسيون، تهبط حتى للعيون حزل غتلقى مواهب في كره القدم الشاطئه. ديروا شي بطوله، ديروا فريقات، ديروا والله تخرجوا بمنتخب قوي جدا. كاين البحر وكاين الرمله موجوده، كاين الرمله كاين، وللاسف كتشوف دي تورنوا هكا غير في الصيف. صح تقدر تلعبها، يعني راه ماشي مقتصره على الصيف فقط. فكل توفيق على اين لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله يتعزوا الصفوف ديالو من بطوله وطنيه من هذا المنبر حنايا ديال 100% فار على شاده تي في، وغادي يكون فيها العجب، يكتشفوا فيها العجب العجاب في اللعب. كره جميله، يعني شي حاجه اللي زوينه ديال الفراجه، زوينه ديال الفراجه. واللاعب اللي كيلعب ما غيلعبها الا وراه كيبغي البحر وكيبغي الرمله وكيبغي بزاف الامور. وفيها واحد الجانب سياحي رائع جدا، لان هي مرتبطه بالصيف والبحر، فيها واحد الجانب السياحي اللي ترويج المغرب، وهذا راه مزيان لكل عشاق المستديره. فكل التوفيق لمنتخبنا ديال الكره الشاطئيه. هاد المره غادي نمشيو للمعقوله حسين، وبيان سور هذا انس بدا عفوا اللي بدا احسن قول في هذا التورنوا هذه ديال سلفادور، حارس لي متميز جدا جدا، فكل توفيق ليه ولاش لا نشاهدوه في لاكوب دو موند كباقي يعني المنتخبات باذن الله. هذه المره كما قلت لك حسين غنمشيو للمعقول، من كنتكلموا على انا تتسطيني، انا تتسطيني ايمان ملي تتقول لي نمشيو للمعقول. اش كنا تنديروا؟ هادشي اللي درت كله ماشي معقول. حروشي اكثر، حيت انا فاش كنقول كره القدم، كره القدم هي المستطيل الاخضر والمدرجات عامره بدوك الاهازيج ديال مازال اتفق معك. ملي تتمشي لي البطوله الوطنيه وتقول لي المعقول، اجي نهضروا في واحد البطوله هي استثنائيه ليست كباقي البطولات. هنا نتفق. ودابا كاس العرش، دابا راه عرفتي شكون يخرج وما عرفتي شكون يخرج. راه ملي كتكلم على فتح الرباطي وكتكلم على فريق الوداد الرياضي، راه لا اله الا الله، ولكن باقي فريق الرجاء الرياضي، باقيين يعني فرق اخرى اللي ان شاء الله غادي تفرجنا بلغه كره القدم. فغادي نمشيو لابرز مقابلات كاس العرش، بدايه فريق الرجاء الرياضي اللي كانت عنده مقابله حارقه جدا، وشكرا لهم لانه استمتعنا بها مع فريق اولمبيك اسفي. مقابله اللي كانت ند للند، هادو هما المقابلات ديال كاس العرش. ففريق الرجاء الرياضي اللي تقدم في الدقيقه 75 للاسف جات من اللاعب ديال الاولمبيك اسفي محمد كساك في الدقيقه 50، فكانت كان الهدف الاول ديال الهواري عفوا، من بعد جاء الهدف الثاني عن طريق اسماعيل المقدم، ضربه جزاء اللي هدرها اللاعب محمد كساك في الدقيقه 50، وكان انس الزنيتي واحد التدخل اللي كان رائع، ودائما عهدنا عليه انس الزنيتي لانه كيتدخل في ضربات الجزاء، وبهذا كيتم اقصاء اولمبيك اسفي على يد فريق الرجاء الرياضي. وكنظن لانه فوز مستحق لفريق الرجاء الرياضي، لانه كان ضغط عالي سورتو في لا دوزيام ميتون. ولكن وسمعت هناك تنظن هناك وقره
أظن حسب ما قرأت بأنه كان مجهود، هناك مجهودات لإعادة لإعادة زكريا عبوب. زكريا عبوب من جهة يعني الأولمبيك أسفي. فالموضوع هو أنه ما حضرش يعني في لي زونترينمون، تم الاتصال ديال المسؤولين، لكن زكريا عبوب بعث رسالة أو أعطى شهادة طبية لأنه ما بقاش قادر على أنه يكون مع أولمبيك أسفي. الشيء اللي خلى سراج هو اللي يكون في البون دو توش. كنظن هادو من الأمور اللي بعثوا الأوراق ديال أولمبيك أسفي. وسمعت بأن كاين محاولات لإعادة، كاين محاولات ولكن بدون جدول، أنه خذ القرار ديالو ما بغاش يعاود يرجع. كانت البصمة ديالو في أسفي صح؟ بيسور كانت البصمة ديالو. كانت البصمة ديالو. شوف الأمور والكواليس حسين حنا ما نقدروش نتكلموا عليها أكثر حيت ما عارفينهاش، لكن حاليا السراج هو اللي كيقود الأولمبيك أسفي وقدم مقابلة اللي صح جيدة تحتسب. السراج لا نطعنوا فيه، لكن بهذيك الخبرة ديال الفريق. ولكن نعم زكريا يعقوب كاين واحد الخبرة، كاين عرف يتعامل مع المقابلات ومع أولمبيك أسفي، وعرف مكامن القوة والضفها ومكامن الضعف، حاول أنه ما أمكن أنه يخبيها ونجح في الأمر. مشى مع أسفي مزيان، مشى مع أسفي مزيان للأسف، فكنتمنى هو يرجع. حنا بغينا يعني عرفنا شنو وقع ما بين زكريا والمكتب الموسيقي لأسفي، ما عرفناش. مهم زكريا ما كاينش، مهم والرئيس رجع. نعم والرئيس رجع، زكريا خرج من الحبس ورجع على أين. فغادي نكملوا مقابلة شي عجائب البطولة الوطنية. بالفعل يلا نكملوا، يلا غادي نبقاو نهضروا وغادي يجروا يتجر لينا لسان. انا هاد المقابله نقولوا شي حاجه، خلينا حسين باغي عاوتاني نطلع للمشاهدين الاثنين الجايين ان شاء الله باذن الله. فمقابله اللي انا استمتعت بها ماشي في المستطيل الاخضر اكثر ما استمتعت بها مع الجماهير، مي كتكلم على المولوديه الوجديه والنادي القنيطري. النادي القنيطري اللي توحشنا نشوفوه في الشاشات المغربيه قدم مقابله اللي كانت حارقه جدا مع المولوديه الوجديه. للاسف ضربات الجزاء ابتسموا للمولوديه الوجديه في ظل المشاكل اللي كتعيشها المولوديه الوجديه. كنظن انه كاين واحد المتنفس بهذا ديال كاس العرش. فاستمتعنا بالمدرجات اكثر من المستطيل الاخضر، كانوا الجماهير القنيطريه وكذلك مولوديه وجده كانوا رائعين جدا. فالحمد لله اننا شفنا عاوتاني النادي القنيطري، فكنتمنوا ليه التوفيق كذلك المولوديه الوجديه، ناديين اللي عريقين جدا. غادي نمشيو بسرعه ونكملوا المقابلات ديالنا. حسنيه اكادير اللي انتصر الكوكب المراكشي، هذه مقابله ثانيه اللي كانت اكثر من رائعه، كانت فيها نديه. للاسف جا ديك الخبره ديال حسنيه اكادير وانتهت المقابله بجوج لواحد. للاسف انتهت المقابله بواحد المشادات في المدرجات، ودائما كنتكلموا على التكسير والمشاكل اللي كديرها بعض الجماهير، فلا حول ولا قوه الا بالله العظيم. للاسف لانه بغينا نزيدوا بالكره القدم والرياضه القدم، ما بقاوش نعاودوا نفس الهضره ونفس الموال صافي، حاجه كتقال صافي، ما نبقاوش يعني نحكروا فيها اكثر. ولكن خاصنا يعني نورمالمون خاص تحكروا خاص، ولكن دورنا كاعلاميين، ولكن راه عينا ما نبقاو نديروا عمليه تحسيس للشغب الملاعب الى اخره. بالفعل والله يصوم. فغادي نكملوا المقابلات اللي كانوا يعني في هذا الويكاند هذا. المغرب الفاسي اللي انتصر على اتحاد طنجه، هذه المقابله هذه اللي كما كتشاهد جوج جاء الهدف الاول ديال المغرب الفاسي من بعد اتحاد طنجه حتى الدقائق الاخيره باش تعادلات. من بعد جاء اللق ديال الحارس صلاح الدين شهاب اللي دخل كبديل ديال المغرب الفاسي، واللي تصدى ثلاثه ديال الركلات ديال الجزاء، واللي عطى ورقه ديال العبور للفريق المغرب الفاسي. ودائما كنتكلموا على التسيير اللي كيخنق الفرق واللاعبين، منهم هاد جوج ديال الفرق اكثريا يعني المغرب الفاسي، اللي رغم الظروف الفلوس ما مخلصينش 3 شهور، الرئيس ما باغيش يلقى حل مع اللاعبين. للأسف كيبقى النقط الإيجابية في ظل هذه المشاكل كاملة، فكل توفيق لهاد الفرق. وهذه هي البطولة المغربية، البطولة وتما زيد عليها كأس العرش، زيد عليها كأس العرش. فتح الرباطي بسرعة اللي تقصى 3-1 أمام اتحاد الإسلامي الوجدي، حتى واحد ما كان كيتوقع، ورغم انه كانت المقابله ديك العام وكان فريق الفتح قريب انه يعني يتقصى، لكن هاد المقابله هادي وهاد العام هذا فتقصى فعليا. مي كتكلموا على الفتح ما كاين حتى شي مشكل
يعني في لوطوغاج ديال الفتح، نادي اللي فيه استقرار. نعم. مدرب جمال السلامي اللي كبير، اللي قدم شيء كثير الكره الوطنيه. ما عرفتش شنو واقع انا في الفتح الرباطي، بزاف ديال نتائج سلبيه حتى في البطوله، فكنتمنى انهم يراجعوا الاوراق ديالهم، لانه فريق اللي كيستاهل انه ينافس في المراتب الاولى. فريق الوداد الرياضي كيواصل في الحصص ديالو السلبيه في المقابلات يعني المتتاليه، هذه المره في كاس العرش تقصى امام شباب السوالم بواحد لصفر. فمي كتشوف النتيجة عكس يعني الأداء، فريق الوداد الرياضي اللي قدم أداء كبير في الشوط الثاني، لكن لقى قدامه واحد الادفيرسير اللي وقف ند لند، خصوصا يعني على مستوى الدفاع. بزاف ديال الفرص كانوا، لكن الحارس ديال شباب السوالم اللي كان واقف وحيد يعني بزاف ديال، وتصدى بزاف ديال الكرات. هارد لاك الفريق الوداد الرياضي اللي عقد الجموع العامة ديالو من 2019 2020 2022 2023، وتم انتخاب يعني من الجموع العامة جمع استثنائي باش يتم انتخاب الرئيس الجديد اللي هو عبد المجيد البرناكي ب 12 عضو. هل هو رئيس ام رئيس مؤقت ام حاليا هو الرئيس؟ ما كاينش رئيس حاليا، لانه غادي يعاود يدار واحد الجمع ياك، خاصو يدار جمع. الا كانوا يعني المخارطين راه كلشي يعني وافق، من هنا للصيف، من هنا للصيف يدار جمع، يدار جمع اخر لانتخاب رئيس، الله اعلم، او تزكيه البرناكي، هادشي اللي كاين. اذا البرناكي مؤقت، برناكي مؤقت شبه مؤقت. لا غير دابا انا تنتفلسف، ما ديش عليا راه تنتفلسف. يلا هو راه شوف راه عندك الحق في واحد الناحيه، ولكن راه حاليا راه هو الرئيس. هو الرئيس. كل توفيق للفريق، في انتظار ان يكون رئيس، في انتظار ان يكون رئيس بعد الجمع ديال الصيف. يكون هذاك الحوثي اليوم. يلا نكملوا باقي المقابلات. المغرب التطواني اللي كانت عنده مقابله نقدر نقول سهله مع ستاد المغربي، واللي انتصر بها ب 4-0، بحكم ان الخبره ديال المغرب التطواني عكس يعني ديال ستاد المغربي اللي ما قدمش واحد المقابله اللي خايبه، لكن كتبقى كما ذكرت الخبره ديال المغرب التطواني واللي فاز بها ب 4-0. نعطي بسرعه المقابلات المقبله ان شاء الله اللي غادي تكون ديال الدور الثمن من كاس العرش. شباب المحمديه امام فريق الرجاء الرياضي، المغرب التطواني شباب سوالم، حسنية أكادير اللي غادي يواجه الاتحاد الوجدي، فتح البيضاء اللي تهو تألق في دور سدس عشر غادي يواجه المغرب الفاسي، اتحاد تورقة أمام أولمبيك خريبكا، مولودية وجدة راسينغ البيضاوي أمام تيزنيت أمام أولمبيك تشيرا، والمتأهل ما بين الجيش الملكي ونهضة البركانية هو اللي غادي يواجه نهضة الزمامرة. هذه المقابله هذه فهي تأجلات بحكم ان نهضه البركانيه عنده يعني مقابلات في الكاس الكونفدراليه الافريقيه، وهذا هو الخبيرات ديال ايمان التيران اليوم. حسين شكرا لك ايمان على هذه الاخبار المرتبطه بالكره النسويه والمرتبطه بكاس العرش. يلا حنا نناقش وفقط ملي تنتيروا شي موضوع ونناقشوا، نناقش من باب النقاش كإعلاميين وكصحفيين، نتبادل الأفكار، وفي آخر المطاف نريد يعني أن نسلط الضوء على أشياء حتى تفهم جيدا. والله العظيم إلى هذا هو غالبا ما دور الصحفي، وأنه يريد أن يسلط الضوء على أشياء يريد أن يفهم، ويريد الآخر أن يفهم جيدا. صافي بكل بساطة، إذا هضرنا مثلا على البطولة الوطنية بكذا وكذا وكذا، فلنفهم جيدا، حيث خصنا نفهموا هذا الشيء اللي توقع في البطولة الوطنية الاحترافية. خصنا نفهموا بزاف ديال الفرق تتعاقد مع واحد المدرب في النص ديال البطولة، صافي تمت إقالته، لا هو جمع حوايجو مشى في حالته تيعيطوا لي الله يسامح، أشياء غريبة. فريق بقيت الشهور ما تخلصش اتحاد طنجة، وما أدراك ما اتحاد طنجة، كل شهور ما تخلصش، ما يمكنش. أشياء للأسف، مع نديرو جمع، هذاك الجمع غادي ننتخبوا عليه رئيس، هذاك الرئيس نعاودوا نديروا عليه جمع من هنا لواحد 3 شهور، شي يعني آخر الموسم. لا مثلا سؤال، فهمت، نعاودوا نديروا جمع. المهم على أي أشياء كثيرة تقع،
داكشي علاش قلت انا الكره السعوديه غاده مزيان ماشي بفضل المواهب الطاقيه الكرويه اللي عندها، لا، نحن لا نعدم طاقات في كره القدم وما يبهر، ولكن هم عندهم اراده، وهذه الاراده الجامعات عندهم كاملين بدون استثناء. الجامعات عند الشيخ التركي اللي هو رئيس هيئه الترفيه اللي ولات هذاك الشيخ التركي، جامعات عنده اللي عنده اراده قويه جدا، عرفتي، عنده واحد الاراده قويه جدا، هذا رئيس هيئه الترفيه في السعوديه، ديال انه يشتغل على هذه الامور اللي مرتبطه كلها بالترفيه في السعوديه، منها كره القدم. ملي تجي تشوف لي بريزيدون ديال الفرق، انا متبع روشن ومتبع البرامج ديالهم، متبع اكشن مع وليد، ما تنزقلوش ذاك البرنامج، علاش؟ نبغي نكون افكاري حول روشن. فلي بريزيدون ديال الفرق في السعوديه كلهم عندهم هدف واحد، هو الرفع من قيمه الكره السعوديه وترويج الكره، عندهم هدف واحد، عندهم واحد، التحكيم غادي مزيان، الجمهور غادي يتفهم، عرفتي، ماشي علاش ملاعب ولكن الاراده مجتمعه مشتركه عند الجميع لنجاح روشن، وغادي ينجحوا عقلي وينجحوا صحه، هما غاديين يعني استضافه كاس العالم، وغادي يولي من بين الدوريات العالميه روشن تتفرجوا فيه نقازه عقلي رجيه نقازه، غادي يبداو يشدوا روشن، بدات عقلي. هذا هو علاش، لان اراده مشتركه. حنا لا، حنا الاراده متشتته، عندنا اراده عند فلان وعلاش شخصيه، وما كيناش عند فلان، هذاك داخل كره القدم لهدف معين، وهذاك داخل كره القدم لهدف اخر، وهذا داخل كره القدم لهدف اخر، وهذا عنده هدف كره القدم المغربيه والبطوله المغربيه، وهذا عنده هدف كره القدم المغربيه والبطوله المغربيه، وشي وحدين اخرين ممسوقين، شي تيدرع هكا وشي تيدرع هكا. ويستحيل، انا تنواعدكم عمرنا ما غادي نهزوا الراس في البطوله الوطنيه الا بقى فيها شد ليا نقطع لك، ولا بقى فيها الاهداف تختلف، الاهداف الشخصيه تختلف، اذا كانت الاهداف تختلف بين هذا وذاك، والله ما غادي نوصلوا لشي حاجه، ونبقاو نتخبطوا في هذا الشيء. نهار تولي عندنا هدف واحد هو كره القدم المغربيه والبطوله الوطنيه المغربيه، غادي نمشيو بعيد. تنظن وصلات الرساله. بالفعل. شكرا لك إيمان. يلا بعد قليل غادي يكون معي عبد الله ناصر في فقرتنا الأخيرة أشقال الفار، والحديث عن المنتخب الوطني، الأسماء الجديدة الوافدة تسرق الأضواء، هل هي حرب نجومية داخل المنتخب الوطني؟ بعد الفاصل. نعود ونواصل معكم 100% فار دائما مباشرة على قناتكم الفضائية شادا تي في، ونمشي ونواصل معكم فقرتنا الأخيرة أشقال الفار. أشقال الفار، غادي نوقف مع موضوع له من الأهمية الشيء الكثير، وخاصة أنه بدأت يثير نقاش في مواقع التواصل الاجتماعي، هل ستبدأ حرب النجومية داخل المنتخب المغربي؟ وحنا تنعرفوا بأنه ملي تكونوا عندك لي ستار في ليكيب ديالك، إلا كانوا وكل واحد تيبغي يكون هو لا ستار البينة، فراه يا رحمن يا رحيم على ذلك الفقير. واش الفريق ويا راه وقعات في برشلونة، وكل شيء عارفها في برشلونة كيفاش طرا، وخلات برشلونة كل شيء، خلات هانايم ملي كان فيها نيمار، وكان فيها ميسي، وكان ف واحد الوقيته صافي كل شيء مضارب على النجوميه، تبدا بدا 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 برشلونة تهبط، وكان الرحيل هو الاهم، فمشى نيمار، مشاو الكثير من الاسماء، واخره مشى ليونيل ميسي. حرب النجوميه داخل، ماشي داخل الفريق في كره القدم، ما في اي بلاصه، حرب النجوميه صعبه، هي خاصها تكون في اطار التنافس الشريف، نتنافسوا، ولكن تاثر عليا ونتقلق وما نبقاش نعطي، هذا هو الصعيب، هذا هو اللي خايفين مثلا دابا حنا في المنتخب الوطني، ونهضروا بالمباشر، هو خايفين ان مثلا تبدا حرب النجوميه
ويولي زياش طالع لي الدم وكاعي حكيمي طالع لي الدم وكاعي ابراهيم دياز طالع لي الدم وكاعي بن صغير طالع لي الدم وكاعي خفنا هاد الامور خفنا وهذا الشيء راه كان حسين في العهد ديال الفايد والعهد ديال دونك هذا الشيء راه كان ما بغيناش هادشي غير هو كانت ديك الطفره فاش جا وليد ولكن للاسف بدينا كتوصلنا ديك الرائحه ديال انه راه تقدر يكون شي حاجه في الفيستير نعم وهذه ما بغيناش ما بغيناهاش لان مشى الفيستير تما تكونترولاش مشى المنتخب انا ناكد عليكم مشى المنتخب راه كانوا قالوا لينا شحال هادي واحد المنتخب مغربي في عاد واحد المدرب ولا داعي لذكر اسم المدرب واسم ذلك الحقبه في هذا المنتخب ولكن ماشي شحال هادي ماشي بزاف واحد سنوات سنوات اكثر من عقد من السنوات مهم بحال هكا قال لك راه كانوا دي كلون في المنتخب كان واحد شاده من هنا والاخر شاده من هنا والمدرب والحرب نايضه ما بين الثلاثي وفهمها وفعلا المنتخب المغربي ديك الوقيته ما دار والو اقصاء وراء اقصاء واشياء كثيره وبانت لنا وكانت تتبان لنا في التيران بان راك قائد في قائد في قائد ما كتبان لك تتبان لك وللاسف كاينين لاعبين اللي تضحى يعني المدرب على قبل هاد اللاعب نعم صحيح المنتخب. صحيح هادشي نناقشوا مع عبد الله ناصر السلام عليكم سي عبد الله ناصر السلام اخي حسين السلام اختي هبات الله يبارك فيك الله يبارك فيك عبد الله ناصر هو الموضوع ما عندناش فيه الوقت بس هذاك الموضوع ما جبتش شي موضوع اخر دابا هذاك الموضوع الفيستير الفيستير لانه شوف هو موضوع مهم ولكن ما غاديش ما يتناقش بزاف لان المعطيات قليله جدا بخصوصه ولكن احنا نهضروا فاغ نهضروا هكا بشكل شمولي انت وما ما نطولوش كما قلتي انت عبد الله ناصر انت لعاب وكنتي مع المنتخب وكنتي مع الأندية ولعبتي تظاهرات عالمية ها كأس العالم ها كأس إفريقيا ها البطولة الأوروبية غير ذلك ما شاء الله البالماريس ديالك كبير أنا بغيت تعطينا خطورة الفيسيير إلى ما تكونترولاش من طرف المدرب فين الخطورة ديالو فين كينا لا دابا كيما أك جوار عندك لي كاركتير عندك 22 كاركتير خصك تجيريه نعم راه مابقاش لي فيدات كان حتى لي كاركتير أخرين بين هذا الفريق ولا ما كاينش تقول لك المدرب ضعيف راه عندك مشكله صافي دير المدرب غادي يتحكم على ذوك لي فيدات ديالو واخا اللاعب يلعب فرقته ويجي ليكيب ناسيونال غادي يلعب حيت عنده الستاتو ديالو هو الفيدات ليكيب وداك الشيء اللي تلقى المدرب صحيح اقول لك لا انت ما تلعبش مع فرقتكش ما غاديش تلعب دونك لكن المدرب يجري الفيستير راه خصو يكون قوي اخويا حسين لا ما كانش قوي تكون عنده شخصيه كان عنده شخصيه كبيره من الشخصيه ما تجيش تلعب عليا النجوميه واخا تكون تلعب فين ما بغيتي تلعب سي نورمال سي نورمال سي نورمال حيت المدرب هو اللي خاصو يديريجي الفرقه ديالو نعم والدراري في ليفيستير عندك لي ليدر عندك جوج ثلاثه هما اللي تحكموا في الفرقه ماشي تحكموا هما اللي تقدر تقول لك يلاه تقاتلوا وديروا بحال هما تيحفزوا اللعابه وتيتصنتوا لهم اللعابه شيء ايجابي ما خصهاش تكون سلبي بحال في الوقت ديالي كنا حنا اربع الدراري حنا اللي تقدر وني كلشي كان لي ليدر حيت علاش بدا دخلوا التيره تتقاتلوا بيناتنا كان هذاك ليبوك راه كنا حنا الدوله تروز اترونجي من اوروبا خير كلشي في المغرب هذاك البريم ديال الماتش يتربحوا في ليكيب ناسيونال تقدر تضربوا عليه حتى غرون بريم ما تربحهاش في الفرقه ديالهم دابا راه خاص تدور واحد اللي تيربح 12 مليون ولا 9 مليار العام هذاك السالير ولا هذيك البريمير غادي في ليكيب ناسيونال ما تيجيش على البريم هو تيجي يلعب في ليكيب ناسيونال بور ليكيب ناسيونال صح دونك لا سيتواسيون ماشي كيف كيف اخويا حسين صح واحد 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 لما عطاش واحد بحال دابا المشكل اللي غادي يطرا في ستير في ليكيب ناسيونال هذاك اللي محتاج هذاك البريم وهذاك اللي محتاج لا سيليكسيون ليكيب ناسيونال باش يربح هذاك الفلوس ديالو راه بحال عيط الله ولا الدراري المساكين اللي كانت تلعب في المغرب هذيك 100 مليون راه 100 مليون والدراري تلعب في اوروبا 100 مليون راه فوالا صافا 100 مليون صافا تيصورها في يومين ثلاث ايام فوالا هذاك الفرق لا موتيفاسيون لي ديفيرونت وني بغيتي تجيب ان كرون فيديت دابا عندنا في المشكله راه قلت لك ليميسيون باسي عندنا مشكل جبنا ان فري نيميرو 10 ان ستار ديال مدريد نعم كيفاش المدرب غادي يجيري هذا الستار كيفاش غادي يجيري واش
باش لي دو زوتر ستار غادي نسميهم جياش وحكيمي يسرون داكور كي سيت ستار لا سرا نيميرو 1 ولا ولا يكون معاهم لي ميم بوزيسيون راه لاحظنا في لي كوفرون ديجا لي ان بروبليم راه هنا راه بدات الهضره عبد الله ناصر بدات الهضره في مواقع التواصل الاجتماعي وتفتح هذا النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي حنا نفتحوا في برنامج بان غادي يكون صراع قوي هذا الشيء تيقولوا الناس في مواقع التواصل الاجتماعي اللي متبعين المنتخب الوطني المغربي حنا بغينا اما ناكدوا ولا نكذبوا انه غادي يكون واحد الصراع قوي ديال النجوميه بين زياش وحكيمي وابراهيم دياز راه قلت لي ميسيون باسي راه قلت لك كان في لي كوفرون لي باس ديجا بي دياز 2 3 فوا تمشي لا بروفوندور وجي اس تي كلوب تعطي ترانسفيرسال سا في دير بوكو دو شوز ديجا راه خصنا نقراو الكره ماشي تقول لك جياز راه خايب ولا دياز ولا حكيمي هنا تنهضروا لا جيروز لونترينور ا سو مومون المدرب ديالنا غيكون عنده مشكل حيت بالصغير غادي يجي راه غادي مزيان الدراري الاخر مازال غادي يجيو داز لي ستار الصغار غادي مازال يطلعوا كيفاش هو غادي يجيري لي جوار كي جو دون لي غران كلوب كيفاش يجيري الدراري اللي تلعبوا فرق كبار المدرب داد موريتانيا كان تالف المدرب ديالنا ميم لي شونجمون مدارش لي بون شونجمون وداك الشيء من الفرقه تيشوف المدرب تالف راه الدراري تيركبوا على المدرب هنا عبد الله الا سمحتي لي بغيتي تقصد زعما هذيك القضيه ديال شكون اللي غادي يكون في لي اونس دو ديبار وشكون اللي غادي يكون في البون دو توش يعني مثلا ما لقاش كيفاش يقدر يقنع لان مثلا زياش لانه يكون في البون دو توش واش هادشي اللي بغيتي تقصد ما يقدرش يحطو في بون دو توش امبوسيبل هو ولا حكيمي ولا دياس انتوشابل هذيك انتوشابل هي هذه راه هذا هو المشكل اللي تنهضروا عليه واش غادي تولي عندنا في المنتخب الوطني ان جوغ انتوشابل راه كاينه ديجا لا كاينه ديجا ولكن واش ممكن تكون واش يعني دابا تنهضروا واش غادي تولي مثلا عندنا ثلاثه ديال اللعابه انتوشابل ما عاطينيش وانتوشابل راه كاينين انا نعطيك المثال ديال سيس ما كانش عنده فرقه هو براسو قال في كونفرنس دو بريس الدراري اللي تلعبوا في السعوديه ولا في قطر ولا في الامارات ما غاديش يجيبهم ابري قال قلبها ابري قال لك الدراري ما تلعبوش ما غاديش يجيبهم سيس ما كانش عنده فرقه اللي تي سون كلوب وجابو جابو لعب وي دونك لي انتوشابل دونك ملي تقول دابا شوف ملي تكذب على الفيستير ملي تكذب على الفيستير تقول لهم لا هادو هما اللي راجل بحال اشرف داري دار له الراجل قال له ما لعبتيش ما تجيبوش ما جابوش دراري اخرين ما جابوهمش حارث ما جابوش وانا الاخر تقول هذيك لي ريغل ما تطبقهاش على الدراري الاخرين على سميات اخرين دابا خاص تكون عندك اون لين دروات خاص تكون عندك اخويا حسين اون لين دروات سافي دير مدرب خاص يكون اوكي دراري جياس ما لعبتيش مع غلطة زراي اسمح لي جو في با تكونفوكي هذا الماتش هذا اون دي ماتش اميكو سير لعب مع فرقتك رجع في النيفو ديالك وغادي نعيط عليك كلام دري صغير في بلاصتو سي تو مي طون كو تلفي با خويا حسين عنده مشكل ديجا المدرب إلا بلو لو غريب سو سون ايكيب صح ما عندوش لو غريب راه ما قدرش يحط حكيمي ما قدرش يحط جياش ما قدرش يحط بونو ما قدرش يحط بزاف دري سي خمسه سون انتوشابل ديال ليكيب يلعبوا مزيان ويلعبوا خايب هذوك كل ما غادي يلعبوا وراه هذه مشكله حنايا ملي تنتكلموا على هذا الامر هذا قول لي عبد الله ناصر واش متفق معايا واحد الوقيته كانت كثرات الهضره وفي مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الصحافه وعهد الوقيته لا داعي لذكر حقبه المنتخب الزمن ديالو المدرب وداك كل اسماء واللعابه وداك الشيء بلاش خلينا ولكن ماشي بزاف واحد سنين معدوده دازت كنا تنشوفوا في التيران في اللعب تيبان لنا بان المنتخب في 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 ديكلون فيه فيه في هادو مع هذا وهادو مع هذا وهادو مع هذا لا انا عارف شوف عرفتيني علاش شندوي واقيلا عبد الله شوف اي ايكيب لا شوف انا ملي كنت في الوقت ديالي دخلت ليكيب ناسيونال كانوا لا ماجوريتي دراري المغرب وليت نقول صوت نهضروا على حاجه وحده هي ندخلوا ديك الماتش نتقاتلوا توني المغربي الرايه المغربيه
وني بارفوا تيكون سيرتان بيرسون تيدخلوا في ليكيب ناسيونال تيوشوش الفرقه. انا نهضر دابا نتحمل المسؤوليه اللي غادي نقولها حسين نتحمل المسؤوليه. لا ما تعطيناش اسماء عبد الله. ما عطيتش اسماء. ما تعطيناش اسماء. ما فينا ما نتحملوش مزوليه. 94 اخويا ليكيب اللي مشات ماشي ليكيب اللي خصها تمشي. تلعب واحد اللوبي خايب. اولا كان واحد اللعاب مشى عند المينيستر هضر مع المينيستر ناوض البلبله حد لوزاني باش هو يدخل ليكيب لاسون باش معنا لاكوب دي موند. انا نشيت نقولو سي لا فيريتي ورا قلتها زوتر شان. الفرقه اللي مشات 94 ماشي الفرقه اللي خاصها تمشي. دارت واحد اللوبي خايب في الفيستير. سيرتان جوور لوزاني قال لهم لا تكاليفينا انتوما غاديش تمشيو قال لهم قبل. بحال دابا مثلا بحال دابا مثلا 94 حنا تنستغربوا علاش ما كانش ابرامي. أشير ابرامي كمثال انا ابرامي اللي عاقل عليه اللي دار اقصائيات واعره في الاخر ما تتلقاهاش في المونديال. واحد السيد كلا معاك الكازو وما تديش. دابا لا ديفونس كان عزمي كانت اغوش الحدريوي ابرامي ونيبت وانا دروات. هذه لا ديفونس اللي لعبت هذه لا ديفونس. كان انا كنت عارف طلعت حيت حنا كنا انا وحدريوي تطلعوا هادشي كان يدير حبيبي يدير حكيمي. حنا كنا تنديرو في 94 مي تمشي انا عارف ابرامي مورايا غادي عارف الحسن غادي يشد ليا بلاصي. ما مشاش الحسن ما مشاش سميتو فرتوت ما مشاش القراوي ما مشاش السيمو ديال طنجة ما مشاش ست اللعابه اللي دازو في لي كارف ما مشاوش مشاو لعابه اخرين ما كانش يستاهلو يمشيو. دونك للاسف دونك الفيستير تي با جيري با لونترونور الفيستير تي جيري بار سيتان جيور قولوا هذا وهذا ما يمشيش. يا الله وهذاك لي كلون اللي تتهضر عليهم لي كلون هولندي لي كلون فرونسي لي كلون ماروكان ديال هذاك الشيء راه كانت اللي تدخل ليكيب ناسيونال تلقى جروب هنا جروب هنا جروب هنا. هذا خويا هذاك شوف مي تدخل ليكيب ناسيونال راه ما كانش لي كلون راه كان المنتخب الوطني كاين المنتخب والدرابو صافي الدرابو واش هادي عقليه ولا حيت مي كتكلم على منتخب كتكلم على لاعبين ديال البطوله الوطنيه كتكلم على لاعبين اللي عندهم واحد لا مونتاليتي واحد ليسبري اللي غيكون زوين من اوروبا. دونك واش عقليه واش من المسؤولين واش من شنو هنا المدرب هو المشكل ما تحكمش لي كلون اللي كان دابا في ليكيب ناسيونال الكلون اللي كان في ليكيب ناسيونال صحاب اللي لعبوا 5 6 انصامبل دابا صاحبك تلعب معاك تخرج معاك مدرب حيدو وحيد صاحبك الاخر حيد لك جوج صحابك من ليكيب ناسيونال. اش غدير انت الفدات تمشي تهضر معاه قول له فلان هذوك خصو يجيو راه محتاجهم انايا. دونك لا بريسيون اللي تتحط على المدرب الي ديفيرون وهذا المدرب هذا راه تيتصنت للجمهور ندى الحمد لله لكم ديما راه تصنت للجمهور. certaines choses dit tu le vestiaire là si tu gères le vestiaire là tu gères tout là mais gérer le vestiaire voilà là la boule qui tire voilà là la boule le modérim خاصو gérer le vestiaire خاصو يكون هو au-dessus de les vedettes là درتي les vedettes صح منك تقدر تقول انت مشات جي راه شي محيدو جي اسم سلمش عليه حتى داز عنده دار له هذيك الضربه زعما في الدوره انا خاصك تجيري لي كاركتير خاصك تجيري لي شوز. جياس لما على أمرابط جياس ما يكونش فرحان صاحبه لي سيرتان شوز خاصنا نعرفو كي سباس دا لي زيكيب ناسيونو ولا لي في لي زيكيب. راه عندك لي كلون عندك تا لي لوبي انا نقول حاجة أخرى عندك لي لوبي دي زاجون خويا حسين. نعم انا جون اللي كان عنده 4 ولا 5 لعابة في الفرقة راه عندك مشكل مع لاجون يقول هذوك الدراري حبسوا رجليكم ما تلعبوش. خاص المدرب يجيري الفيستير لي زاجون يجيري تو راه مسالاش اختي ايمان باش تقولي حنا اسومومو عندنا فرقه في المستوى مونديال انا تنقولها مازال ما لعبناش الكره اللي خصنا نلعبوها راه تلعبوها 60% حنا من لاكوب دي موند انا من لاكوب دي موند تقول لك هذا المدرب ما غاديش يدير لك لاكوب دافريك. هذا المدرب العام الجاي 2025 لابقى ما غاديش يدير لاكوب دافريك في بلاده وانا مازال انا تنقولها له حيت لا مانيير اللي تلعبوا ريان شونج خاصو يجيب حداه واحد صحيح منه كيجير تاكتيكمون ويجيب واحد حداه كيجير الفيستير تاك ماشي واحد ان اسيستون تيولي لو غيديول د ليكيب باش يضحك مع هذا باش لا ان اسيستون سي ان اسيستون هو لاسيستون د المدرب خاصو يجيري لي شوز
هاد ليكيب ناسيونال راه عندنا فرقه باش تكاليفو كاليفو ديو لا كوب دافريك، عندنا فرقه باش ديو لا كوب دي موند 2030. مزال انت نقولها لا جمعنا هاد الفرقه وخدمنا بها لي 6 اون اخو حسين راه ماشي بعيد. واخا قول لي قول لي عبد الله ناصر باش نختموا معاك، الركراكي الان عنده تبارك الله اسماء كبيره، وعنده ابراهيم دياز في ريال مدريد وما ادراك ما ريال مدريد، وتيدخل تيتيلير بزاف الماتشات تيدخل تيتيلير ابراهيم دياز. عندك عندك المزراوي في بايرن ميونخ وما ادراك بايرن ميونخ، عندك حكيمي في باريس سان جيرمان، عندك نعم بصغير موناكو يعني عندك لعابه ديلاريال احنا ازيد وزياج غلطة سراي ما تحقرهاش. فتنتكلموا على منتخب يشكل الكرة العالمية، الآن اللعابة ديالو يشكلوا الكرة العالمية. أنت كمدرب كالركراكي شنية الطريقة أخويا عبد الله ناصر باش أنه يقول لهم راك أنتم راكم في أندية كبيرة، ولكن اليوم الآن أنتم تحت جناح المنتخب الوطني المغربي تتعبوا على درابو وعلى شعب، وانت هالكلام ما تقول لي لا ريال مدريد لا برشلونة لا هم يحزنون، كين المغرب كين هذا. واش الركراكي كيف ما تتعرفوا واش عنده هاد الشخصية هذه يفرض هاد الأمر على هاد اللعابة بهاد السميات الكبار الأندية الكبيرة؟ دابا خويا حسين انا نهضر دابا كذا لاعب ياك اك جوار انا المدرب يدير عندي ديكلاراسيون يقول لك اللاعب اللي ما لعبش راه ما غاديش نسيليكسيونيه. صافي انا تقاتل فرقتي تلعب كل ماتش تتقاتل، انا تيتيلير اندسكيتاب فرقتي ما تعايش عليا تعاود واحد اللي ما تيلعبش. لا كريديبيليتي ديجا ديالو مشات. حيت ما تقدرش تكذب على الجروب ديالك اخويا حسين، لو بغيتي تكونترول الجروب ديالك خاص كل شيء يكون كيف كيف. ان فيدات اللي ما تيلعبش ما نلعبوش ما نجيبوش، علاش؟ باش تعطي الاخرين على اللي ماتش ميكو تعطي الاخرين الكريديبيليتي تقولوا اوه مدرب هذا المدرب هذا عنده شخصيه ياخذوا واحد الموقف ديال انهم راه يخافوا على البلاصه ديالهم. صحيح راه في البلاصه. دابا انت تقول حاجه وتدقلب حاجه، وهذه وقعت لينا حنا وقعت لينا في الكوب دافريك مع المزراوي. المزراوي مشى الكوب دافريك وما لعب حتى ماتش واحد وما كملوش. ما تقدرش تقول واحد ديال 23 عام اريا سونترال لا تقاتلوا غادي يجي ابري تجيب واحد ديال 36 عام. هذه شوز ركراكي الى با جيري. شوف هذاك الشيء اللي طرا في لاكوب دي موند نحيدوه، سي هذه عامي داز لاكوب دي موند داز سي فري. دابا خصنا نشوف المستقبل حنا ورا دابا ورا لاكوب دي موند والفرحه ديال لاكوب دي موند جاتنا النكسه والحزن ديال كوب دافريك. ايوا يعني صافي خصنا نساو الكوب دي موند، لا نتفكروا كوب دافريك اللي بكينا فيه. شوف شوف راه خاصك دابا تهضروا على الفيستير، لا بغيتي هاد الفرقه تزيد لقدام راه خاصك تكون كلير مع اللعابه ديالك، كون القاصح معاهم تيقولوا، وتكون لو باترون ياك السي تي دوا يدخل لو باترون. صافي انتهى الكلام. بغيت تقول اخويا حسين واحد الحاجه، هاد لاكوب دي موند اللي تنهضروا عليه راه خلق لنا مشكل في بلجيكا. نعم اسو مومون الدراري اونتر 11 اون اي 16 اون تو لي كلوب اي لارغ لي جوار ماروكان. اسو مومون شحال من لعاب ما تيدوش دابا يطلع اللعاب ديال الاليت كل فرقه تتحيدو باش يمشي يطلب على فرقه اخرى. هذا المشكل هذا دو تروا سيمين لاحظت واحد التوندونس الفرق ما بقاوش يبغيو يخدموا مع اللعبه مغاربه، حتى يشوزي المغرب. الدراري ديال 11 عام 12 عام 13 عام 14 عام 15 عام عندنا دي جوار اليت في بيرشخوت ما بغاتهمش. خص عبد الله شي هذا الموضوع اللي جبتي ماشي ديال القوس فتحوا تقول لنا السلام عليكم تصبحوا على خير، لا هذا الموضوع اللي جبتي ديال النقاش ناقشوه السيمانه الجايه ان شاء الله. بغيت نقول لك حاجه اخرى خويا، ناقشوه معك عبد الله ناصر ونشوفوا اللي ناقشوا مع اوسع الامور، لان الامر خطير. اذا كانت غادي تبدا دير لي تضييق على اللعابه المغاربه في البطوله الاوروبيه لانهم تختاروا المنتخب الوطني الامر خطير جدا. تفضل اش باغي تقول عبد الله ناصر؟ لا قلت لك البارح شفت فرج واحد الماتش باترو از لومل واحد المغربي سميتو عزيز رجي اللي تنهضروا عليه
كان غالب 1-0 والماتش ضيق، هضرنا على داك الشيء. قبل المدرب تيدخل دو رومبلاسون تيقلب الماتش، تفكرت كي حد هذاك قلت اي المدرب راه خاصو يدخل يقلب الماتش ويقلب الماتش صح. وراه هذه هي الشونجمون، هي ديك لا غوسيت ديال هذاك راه الهدف الغايه من الشونجمون راه هو هذا. هذيك الجزرجي هذيك مغربي، هذا راه عندك اوديو فيزيونور مغربي وهذا انترنور مغربي في الدوزيام ديفيزيون. نعم دار بو شونجمون قلب الماتش. نعم كنت تضحك قلت شوف هذا المدرب هذا قاري فرقته. كانوا بقجوجين مع لومبي ما لقاوش الحل، ماركا 1-0 دار دو شونجمون، دخل واحد لاتاكون، دخل واحد الي غوش، هذيك لاتاكون ماركا لو جوج بيت غنبو 3-0. نعم صافي اخويا عندنا الكومبيتونس ان شاء الله بور لو فيتور ان شاء الله. ان شاء الله الاسبوع المقبل نناقش معك عبد الله ناصر قضيه التضييق على اللاعبين باوروبا لاختيارهم حمل القميص الوطني. انا غادي نسالك واحد لا ليست الدراري اللي حيدوا من فرقهم وشوف الفرق اللي تيلعبوا فيهم. صافي مرحبا على بركه الله. يلا شكرا لك عبد الله ناصر، شكرا لك، شكرا جزيلا، شكرا شكرا ايمان، شكرا لك حسين، وشكرا لكل المشاهدين الكرام. اذا موعدنا المقبل اليوم الاثنين المقبل ان شاء الله موضوع مهم للنقاش، تضييق على اللاعبين الذين يختارون اللعب لبلدهم الام ويهمون المغرب بطبيعه الحال. لا يلا بعد قليل اعود والقاكم في برنامجكم آلو الحسين والموضوع تمغربيت الهويه المغربيه وصراع البقاء بعد قليل.